بسم الله الرحمن الرحيم. مساك الله بالخير عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، وين كنت تتابعنا؟ اليوم يوم الأحد، ويوم الأحد صراحة أنا أعذر فيه كل المتسابقين لأنه طالعين من حزن، هذا كلامي ينعاد كل أسبوع. لا شوف، دام أنت كمقدم لازم تضفي على المتسابقين شوية، يعني ترفع جناحك، جناح الرحمة، جناح الرأفة بالمتسابقين. يعني اللي صاحي يا ليت المخرج يشغل أو المهندس الصوت يشغل لنا السبيكر، اللي صاحي نقول الله يحييك عزيز المتسابق. البرنامج بدونك ولا شيء عزيز المتسابق، البرنامج حنا كلنا جايين عشانك. فودي عزيز المتسابق بعد إذنك نسوي لك ممر شرفي هنا، تجي هذه فقرة المذاق عزيز المتسابق. رحب فيك عزيز المشاهد اللي من ينضم إلينا عبر بث اليوتيوب، نقول لك حياك الله في فقرة المذاق. فقرة المذاق عودناكم يعني أنه تكون إطلالتنا إن شاء الله خفيفة لطيفة حلوة عبر شاشة قناة الواقع، اللي صراحة هالبرنامج كسر الدنيا. الله الله، المتسابق يطلع لك يعني حتى من تحت الأرض كذا فجأة، يطلع لك من يسارك من يمينك. السلام، مرحب. تراني انتظرك في مجلس النشاط. شفتك في الكنترول، شفتك في الكنترول، ولا حتى لو انت راقد تعد الدنيا في دراسك. الله يرحم والديك. ارفع وجهك اشوف. خذ راحتك ابد خذ، انا تاكي هنا عند الشباب المشاهدي. ما نزلش مغ بوجهك. خذ راحتك. تسلم. خذ راحتك. مخرج تعال لي بعد اذنك. مخرج ممكن اروح يسار شوي كذا، نفسيا ودي اروح يسار. مخرج تعال، الله يفيك. بس ارحب دقيقه مخرج، ارحب. كل خير. يلا حيه. ايش حالك؟ كيف الحال؟ والله الجو ذا اليوم طيب. الجو طيب لانك صاحي. ان شاء الله. تعال تعال. السلام. الله يحييك. حال. يلا حيه. طيب. كيف الحال؟ سلام. عساك طيب. يسرني عنك. الله يحييك. عساك بخير. انت معي اليوم ان شاء الله؟ ودك. انا مع قلبا وقالبا. قلبا وقالبا. روحيا انت معي. ايوه بس مطبخيا لا. مطبخك لا. لا بس انا جالس هنا. ابدا تزيد اللوكيشن كله شرف. يا الله يرحم والديك. الله يطول عمرك. انا طال عمرك. عبد الله الحربي. مخرج تعال لي بعد اذنك. مخرج تعال. يعني انا بسال سؤال بس منطقي. هل الشباب ما يدرون عندهم مطبخ؟ يعني الساعة واحد. عليكم السلام، مرحب. دقيقة بعد اذنك مشاهد. هلا 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 عبود. خذ راحتك. خذ راحتك. ماني معك انا والله. ما انت معي بس انا اقول لك خذ راحتك، شرف عظيم انك تكون معي. الله يرفع قلبك. الله يطول عمرك. تبي شيء؟ بانتظار اليوم اللطيف اللي تكون فيه ان شاء الله. متحمس له. بكل حب ننتظر. والله متحمس له. الله يحفظك. بس ان شاء الله مو بكل حب، هذه كل حب اسمعها وانا طالع. خذ راحتك. خذ راحتك الشيخ. مخرج بعد اذنك. المتسابق ما يعرف ان الساعة واحدة عليه مطبخ اليوم. الله يرفع قدرك. الله يسلمك. اسف على التاخير. الله 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 الله. لا لا مش طبيعي شباب، انتوا قايلين للمتسابقين بنروح البوليفارد ولا المطبخ؟ مطبخ. الله 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 الله. شلونك؟ مخرج بعد ابنك تعالي. هل المتسابق ما يعرف ان عليه مطبخ اليوم؟ يعني يجوني اذا سلام. حياك الله. الله يحيي. هلا هلا وسهلا. هلا بالشيخ. هلا حياك الله. يعني بس عزيزي الشباب، يعني ما في ممر غير قدامي، يعني ما في ممر من وراء. المهم المتسابق ما يعرف ان عليه هوا الساعة واحدة وعنده مطبخ. يعني ما اذا شافوني قالوا ممكن بس نروح نغير، نروح ننام ونجي، نروح نحضر انفسنا. ماني عارف، مع انهم صاحين يعني موجودين في اللوكيشن الثاني. لكن نرحب فيك عزيز المشاهد، اتمنى انه هذه الحلقه تليق على استحسانك عزيز المشاهد، لانك تهمني. يعني انا جاي عشانك، انا جاي لاجلك عزيز المشاهد. كل التوفيق لعبد الله الجميري وعائلته الكريمه والمشاهدين والمشاهدات. بسم الله الرحمن الرحيم. على بال ما يجون الشباب، اهم شيء التحضير النفسي لعبد الله. حللت اهلا ووطأت سالما. الله يحييك. الله يطول بعمرك. شباب انا ودي والله اعطيكم على راحتكم، والفقره هذه منكم واليكم. وعندك بس ذاكر، راح ذاكر، خليك انت البس القفازات وانا بخليك الذاكر. الله يطول عمرك.